قيس كولا رجل مالوي نجا بأعجوبة من تنفيذ عقوبة الإعدام 4 مرات. بدأت القصة عام 1991 عندما اعتدى جيران بايسون على عامل في مزرعته، وتسبب الجيران بجروح خطيرة للعامل أدت لعدم قدرته على السير على قدميه. وذات يوم كان بايسون يساعد عامله للذهاب إلى منزله، لكن حصل حادث عرضي قلب حياة الرجل المالوي رأسا على عقب، إذ تعثر العامل وسقط على الأرض متوفيا. فتوجهت الاتهامات إلى بايسون، وسرعان ما حكمت المحكمة عليه بالإعدام شنقا وسط ظهور الجميع. وعند تنفيذ الحكم أول مرة مرض الشرطي المنفذ للحكم، والذي كان المسؤول الوحيد عن عمليات الإعدام وقتها في المنطقة، وتم تأجيل تنفيذ العقوبة على بايسون. وعندما حان الموعد الثاني اعتذر الشرطي عن إعدامه مرة أخرى، بعدما شعر بالإنهاك الشديد لتنفيذه أحكام إعدام كثيرة في نفس اليوم، فتأجل موعد التنفيذ مرة أخرى. وفي المرة الثالثة تغيب الشرطي ونجا بايسون من الإعدام مجددا، وظل موعد التنفيذ مؤجلا حتى العام 1994 ليفلت بايسون للمرة الرابعة من حبل المشنقة، إذ ألغت الحكومة المالوية عقوبة الإعدام واستبدلتها بالسجن مدى الحياة. دخل الرجل الأربعيني إلى السجن ليقضي عقوبته بالحبس بدلا من الإعدام، وقضى أيامه في زنزانته منكبا على القراءة، والتحق ببرامج تعليمية عديدة لاكتساب مهارات مختلفة. وفي عام 2015 أعادت السلطة القضائية النظر في قضيته، ووجدت أنه لم يكن مسؤولا عن وفاة العامل، وأن موت المجني عليه كان حادثا عرضيا. وبعد قضاء بايسون نحو 24 سنة في السجن ظلما، خرج إلى الحرية. ويؤكد الرجل الصبور أنه كان واثقا أن الله لن يخذله. شاركنا، هل تعتقد أن بايسون كان محظوظا بالإفلات من الإعدام، أم تعيسا لضياع عمره بالسجن؟